يسالفه جلاند دايجنوسيس هو باروتيد بس ما تعممها تقول سالفه جلاند بالدايجنوسيس هو بليومورفيك ادينوما او ميكس تيومر من هاي الكبسول شوي باقي تعرف انه هي سالفه جلاند هذا بالحافه دخلنا اول شيء شفناه قاعد تشوفون هلا تقدر تقرب هاي الدوائر البيض اللي كلش واضحه هذا هو الميكسويد احنا مو هاي سوي فاين جسم هاي الدوائر البيض اوكي هو هذا بليومورفيك تيومر يتكون من تو تايب اوف تيشو بثيليال تيشو والكونكتيف تيشو الكونكتيف تيشو هو هذا الميكسويد هذا الابيض هاي الدوائر البيض بعدين راح يصير كارتليج يعني بعدين يصير كارتليج والإذا نتقرب هاي البقية اللي هي هاي عبارة عن جلاند أو أسيناي أو شيت هي هاي الإبيثيليال تيشو صغيرونات هي قلنا هو هنا أسيناي أو داكت أو شيت هي الإبيثيليال تيشو بس الشيت خلنا هيك شيء تقرب يعني شيت يصير خلايا بحدة بعثر جماعة يمشي مثل الخيط أو شيء صاير فأنت من بعيد هسه احنا على ما جينا شفنا هاي الدوائر البيض شفنا هاي الجلاند وبها سيكريشن باليومورفيك احنا شفنا جلاند بها سيكريشن عرفنا تيومر نيجي هنا نشوف الميكسويد فهو هذا باليومورفيك ندخل بعد هو كله يعني الكبد الحالة هاي تقريبا بس يمكن الميكسويد يمكن كله على البيوفري اكثر شيء اي تقريبا صح على البيوفري مو جوا مو قاعد يبين لنا الجلاند فما مبين اي هاي بهاي يعني هم هاي هم هذه هسه هالكبد إن هذا هو الميكسويد هذا الميكسويد اللي هو كونكتيف تيشو وهاي الباقي اللي هي إبيثيليال تيشو عبارة عن يعني أسيناي داكت شيت بها سكريشن بين الشيت زي شوي هاي الشيت باقي هاي الخيوط مثل الخيوط هذا ميكسويد هاي واضح